شو الحكمة من فرة الحمام طيرانه بالدائري؟ فيها حكمة سيدي سويد؟ شو هي؟ انت الحمام لما بيدور بيفر فرته يعني شو هي؟ مثل كل يعني هو الحمام يفر من اليسار لليمين؟ نفس الكرة الأرضية؟ نفس الطواف. نفس الطواف على الكعبة ها؟ سيدي كان الوالد السيد يوسف الرفاعي إذا جاء حد وأنت جاي من بلاد تركيا يسأل يقول شنو أحوال المسلمين؟ فما هي أحوالهم والسادة الصوفية قدس الله سره؟ الحين في شيخ افندي هذا يقولوا ماسك الصوفية في تركيا عمر افندي اسمه؟ لا اعترف هذاك محمود افندي ابنه هلا ولا في حدا غيره؟ ما اعرف اثنين خلفوا وفي طرق كثيرة هونيك رفاعية ونقشبندية في متعددة كثيرة يعني مين اللي انت هلا تركيا صار لك 5 سنين مين اللي اكثر شيء؟ سنتين إيه مين اللي تعرفت عليهم باعتبارك صوفي قديم؟ ما في غير اهل نعم بس اهل حارتين شو هم صوفيه الحمد لله في نقشبنديه وفعيه لقيت من كتب الوالد سيدي عبد الله كولين كان هو من الصوفيه بتركيا في كتاب اذكار انت التقيته بحياته لا وهلا بامريكا بيقولوا ما بيشرفنا الله يسامحك